بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور زيدان الخمايسي، مستشار أمراض النطق واللغة. سأتكلم الآن عن ما يسمى بالأبراكسيا النطقية. والأبراكسيا هي الاسم الأجنبي لهذا المفهوم، ولا يوجد له مدلول باللغة العربية، ولكنه عبارة عن خلل في عملية البرمجة اللغوية والصوتية القادمة من الدماغ إلى أعضاء النطق، بحيث يكون هنالك خلل في عملية الأوردرينج أو ترتيب الأصوات مع بعضها البعض لإنتاج الكلام بتوقيت زماني معين، أي أن هنالك كما يقولون شب في الدماغ يقوم بتزويد الأعضاء النطقية بالحركة المناسبة لإنتاج الأصوات والكلمات وبتوقيت معين. هنالك بعض الأطفال يعانون من مشكلة في هذا البرنامج. هو عبارة عن برنامج سوفتوير في الدماغ يقوم بإعطاء الأوامر لأعضاء النطق بحيث تتحرك وفقا للمعطيات الكلامية. فنجد أن الطفل الذي يعاني من الأبراكسيا النطقية ينطق الأصوات لوحدها بشكل سليم، ولكنه لا يستطيع أن يجمع الأصوات مع بعضها لتكوين الكلمات. الطفل هنا لا يعاني من تأخر باللغة، لكنه يعاني من مشكلة عصبية حركية، فتصنف الأبراكسيا النطقية ضمن المشاكل النطقية اللغوية الحركية العصبية. وهنا لابد من العلاج المبكر لهذه الفئة من الأطفال. فإذا تجاوز الطفل سن 5 وهو يعاني من الأبراكسيا النطقية، سيبقى يعاني من الأبراكسيا النطقية حتى الشيخوخة. لابد من التشخيص السليم للأبراكسيا النطقية والتدخل المبكر حتى نحل هذه القضية، بحيث يكون الطفل طليقا في كلامه. مع أمنياتي له ولجميع من الأطفال الذين يعانون من الأبراكسيا النطقية بدوام الصحة التواصلية.